صرنا عدة أيام عم نتظاهر رفضا لدخول هيئة تحرير الشام إلى المنطقة، وإلى الآن مستمرين بسبب لعدة أسباب، أهمها أنه هي مصنفة على قوائم الإرهاب، وهذا الشيء رح يوسم المنطقة بالسواد حتى ما نعطي ذريعة للروس لقصف المنطقة وللدول الأجنبية. والأهم من هيك نحن ما منريدهم، لأن هذا الفكر نحن عايشين معه من 10 سنين ومنعرفه ولامسين مخاطره على الشعب وعلى المنطقة.